السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله. صلاح الحضاني زعلان، كل العرب تخبر عنك، تقول صلاح وين؟ نحن ما نشوفه ولا يظهر عندك، شو السبب؟ انت زعلان لو شو؟ لا شو عيال شو بلاك؟ نحن ندري بك بخير، لكن شو سبب انقطاعك عن الظهور على الشاشات؟ شو السبب؟ يعني الحين ما فهم شو قلت له؟ لا يوم انا روحي ما اعرف. شوف صلاح، اي مكان تشوف هذا الزراع يجي فوق عن بيبات لا تلحفه، هاي ما فوق وايد شويه ما علي هاي زين، لك الباجي يلا يلا مكرم يلا خلص تخلص الطرفين هاي. صلاح اليوم ترى عندك موعد في المستشفى زين، شبلا نعم الحين اوكي مرتاح؟ لا اي قبلها بجلسة الجلسة. شوف عندك اليوم موعد في المستشفى، عندك فحوصات مال بيسوي لك منظار. ايوه قبل ما سووا لك فحوصات؟ ايه دم وجري وحطوا مكاين ودق دق دق قلبك تحيد؟ انزين الحين التكملة اخر شيء شو بيسوون؟ منظار منظار تعرف شو المنظار؟ ايه شو المنظار؟ لا 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 غير ترى انا شو بيسوي لك؟ شو المنظار؟ شو المنظار؟ وبعد يا ويلك اللي عطينك اياهن كلهم بتشربهم ما شيء اكل من اليوم لين بكره، اخر وجبة عندك الساعة 11 اليوم. ترى اليوم ما شيء منظار، اليوم بيودك حق الدكتور مال البنج مال التخدير. مال البنج زين، يشوفك ترقد ما ترقد، تناخ حساسية ما عندك حساسية، تناخر وانت في البنج، تناخرت ولا لا؟ ايه ماخر ناخر؟ لا ايش؟ زقره ايش؟ بعد بالقو بعد مرة لا ايش؟ عفيف امس جاي عيسى عبد الجليل يجيب سامان حق صلاح. ايوه عرفت شو؟ ايوه عفيف موجود يجيب الحين مرة طلعت لك هالسامة؟ ايه منو؟ الجليل عيسى بن عبد الجليل ابو محمد. محمد باحياه بروحه للبيت. انت ما حد سال عنك، انا ندري بك انك نوم الساعة 12 11 10 ونص يا انت راقد. ايه حطها على قدامك. شو عاد صار؟ صبر ما تشرح الحين. شو عاد صار هذا؟ لازم ثلاثة يلا. شفت شو هذا؟ شو هذا؟ عمود. ها ارفع لك شد بالذيل. لا ده هو فوق فوق فوق. شوف كم كبرت صارت شله. لا حقه ما في ريحه. يلا شفت كم كبره؟ ايه كبرك هذا كبرك. لا كس ها؟ شو تبي تسوي به؟ كس ان شاء الله. قول له شكرا ابو محمد. محمد شكرا عيسى عبد الجليل. الجليل ابو محمد. محمد ما قصرت. شكرا على الهامور الفنان. شكرا صلاح. شفت هذا حينه؟ شو المسموح شو الممنوع؟ هذا الممنوع. لا هذا الممنوع. شوف كل شيء حينه مكتوب عليه اكس هذا ممنوع، واللي مكتوب عليه صح هذا اوكي زين. يلا وهذا التين بعد. الحين منو بيوديك انت المستشفى؟ انزين بتوديك ام محمد. اي شيء تقول لك ام محمد ممنوع ترى ممنوع. محمد الحين وايد العرب يتحرك ويسوي عمليات. صلاح ترى ما بيسوي عمليات، مستشفيات الدوله تسوي تشيك كامل لاي شخص. اي شخص يبي يسوي فول تشيك اب ودوه المستشفى سوى فول تشيك اب، اذا بقوا المستشفى شافوا ان حالته تبغي فحص دقيق سووا له فحص دقيق. فصلاح جد ودته ام محمد بدل ودي هلف، واخر شيء سووا له مال جهد ومال قلب وما ادري شو كل شيء سووا له، اخر شيء عاد المستشفى كلهم حبوه قالوا هذا الشخص فناني وما حد شراته صلاح، فنحن بنسوي له حتى المنظار بنسوي له. ان شاء الله. شو رايك؟ كل الفحوصات اللي سووها لك صلاح قبل قالوا انت رقم واحد. ما تشكو من باس.
يا غير شوي نقص فيتامين د. زين. وقالوا صلاح تراك وزنك زايد. وزنك شو؟ زايد. زايد. وكوليسترول شوي ظاهر لك فلازم تخف من الاكل، شو رايك؟ قالوا لازم انك تسوي رياضه، تسوي رياضه انت؟ خلاص. متى؟ صبح. كم سويت؟ واحد بيت. دور ما دار البيت؟ بيت. اكيد. اسد صلاح سوى رياضه اليوم؟ لا ما بابا. ها؟ واحد ساعة؟ لا بابا ما سوى بابا نام بابا نام. هو راقد؟ ايه. عليكم السلام ما شاء الله. From which house this one؟ هذا بيت مين هذا؟ هذا ابو فهد. ابو فهد طال عمرك يا ابو فهد. مشكور من عندهم؟ اشوف خليه تحت. يا سلام. حد يسميه بربير، حد يسميه فرقة و... و... يعني و... سوي لي اليوم بس سلطة هذا بربير. اوكي. بس بربير ريد، بربير شويون الطماط. طماطو. شوية طماطو. اونيون؟ يا. هي شوية عاد. خيبة. انزين؟ اي. دونت فورجيت؟ يس. ذيس وان اند ذا طماطو اند. 95% 95% بربير. بربير. يس. ثانك يو دواركا. يعني الحين اللي مشى وياك اسد ولا ملكه؟ ملكه. زين. 1 اور ووكينج توداي مورنينج؟ يس سير. هاو لونج هي ورك؟ هي ورك؟ وان ستريت سير. هاو لونج تايم؟ اراوند 30 مينتس. فروم تومورو ات هاف تو بي 1 اور، نوت ليس ذان 1 اور، بات ايرلي مورنينج. جمعة شيء ماشي رياضة ولا ما شيء؟ ما شيء. ليش؟ اوف. اوف قول لي. اوف دي. استريح. استريح. من الحين خلاص بند اكل، زين؟ بس ماي، زين، ويعطونك الدواء، هالدواء بيخليك تسيل الحمام. ايه تحمل، تحمل تحرى شيء هو ولا شياته وتسيل سمونه. ايه تفضل احنا عند العرب. زين بلاك صاد منك. ها؟ الحين بنعدكم سالفتي مال يوم ال ايه شو هذا؟ انزين على هالحاله لقمه وقرمه والدنيا مطرجه صح صلاح؟ امسي على الله يحفظكم يوم الجمعه ويوم السبت لعبت لعايبي في الاكل ريوق وغدا وعشاء صراط مال 14 ادمي شوف لانه بحر وحركه وطراد يريك ري لازم بتيوع ايش بتسوي؟ شو تبغي فيه اسد انت الحين؟ شو تريد فيه؟ شو هذا عاده؟ معاش يا سلام على صلاح. صلاح ياك ياك كم بتعطيه؟ بعد جده من راس. شو ماله هذه يا صلاح حينه؟ حق شو يعني؟ حق البترول. يلا هذا ترى يقول لك صلاح حق البترول. شكرا صلاح. اخر دهن ها حق شو هاي؟ هذا حق سامان صلاح الخاص زين حليب وفواكه حق شو صلاح هذا؟ مال مكيف يلا صلحوه هذا 1000 ها يلا حط يو جيت يو سالري ها اليوم صح التاريخ ما بهاك اليوم تاريخ 24 تبي تعطيهم معاشاتهم هذا وقت المعاشات الحين كم هاي صلاح؟ حق منو هذيل؟ حق البوك. قبل مال اول كم تم؟ لا 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 خيبة صلاح بوكك ممزور. هذا خلو اول. معد خلو شطيطة؟ ايه. خلو عاد تنبيسات. خلط الحين الاوليات بالاجدام ما اللي عند خاله واللي دادها معاشك وحطهم مكان واحد صراحة هاي ربطه كم مثلها حق شو هذا؟ حلاق بابا هكذا حق حلاق؟ هكذا هذا كله حق حلاق؟ هكذا الحين صلح كله حق حلاق؟ لا حلاق بابا وبعد؟ بس وكوفي؟ شاي بابا شاي هب اليوم عقب صراحة عندك اصبر شوف الحين ثلاث خد قم بعشر بوكك ممزور من يصير ويوجهن عطف الطومه بتخرد لك بوكك
غادي لبوك ممزور بحال يزخك مط بوكك يتحروه ملايين. ايه لا لا ما بمينو انت ديالنا البلاد تحمل حد يمرضهن عنك. صلاح لازم لاستيك يا ربي قبيض هالبوك لولايتي يا صلاح. بس يلا إيه السعادة إيلس شو حبيبي؟ لا خلاص بتقهوى. تبي تقهوى أنت؟ شاب أول شاي خضر بعدين تقهوى؟ ما في مشكلة. لكم موضوع يوم الجمعة من بعد صلاة العصر أنا ما ظهرت على السناب وأنا قايل لكم بسير في رحلة بحرية طويلة. سرنا الرحلة وصورت حوالي 15 ل 20 آدمي كنا. ثلاث بوانيش رحلة ولايتية رقم واحد. استوى شو اللي العلم وشو الخبر منركب السيارة بعد لكم السالفة كلها من طقطقة لي سلام عليكم. صلاح من شو؟ طقطقة. هي؟ لا من طقطقة لي سلام عليكم. أيوة يا حسن. شو قول؟ سبحان الله. طقطقة. على الله يحفظكم بنزلكم فيديوهات اثنين لو ثلاثة. هذا قلم من ذل نقطة من محيط كان تقريبا 500 سناب. أنا ما بنا مصورنهن. واحد كان يصورني وأنا ياس أصور. أحمد بن الشيب القبيسي. أحمد بن الشيب كان يصورني وأنا أصور. وهاللي صبيت من تقريبا 300 أو 500 سناب على ثلاث فيديوهات وبعد ما من عندي طالب منهن. كان حد يطلب سناب أنا طالب سناب. يا سلام يا سلام. وتحت بحت يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاي الشيشة مفتوح هاي كله بينحرق. أول شيء فرش خطر علي يرمس. حرامي أنه خطر علي يرمس. ها عقين أبوي هذاك ورب العالمين عوضنا بواحد. ها أبيض يا غير لبناني ما شاء الله من صيدة. صباح الخير واكيد بعد صباح التزقريته والعدال والهندام الفنان. وين ساير عاده معرض الكتاب لعدال؟ عدال بلي ابتسامه ما يمشي. عدال بلي ريحه خنينه ما تمشي. العدال بلي اخلاق عدله بعد ما تمشي. بنخبركم عن سالفه يوم الخميس الله يحفظكم. انا هب الخميس يوم الجمعه ما تحيدون يوم الجمعه من عد يوم نتغدى ويا الجماعه على اساس بنسير البحر. جينا البحر من عقب الغداء هاي تشلة كلها ويونا جماعة من غير ما شاء الله تيامع مخاوين شمع ودشينا البحر. وانا تشك بك صورة وتشك بك صورة تشك بك وفيديو وتشك بك وفيديو وعندك ودونك يامع خطافنا على الحول كلهن حالة يابر وحالة ام قصار وحالة ام خورة واخر شيء هذا كله. نحن نمشي وصيد هوامير من كل ما تشتهي النفس. نحن نمشي ونلفح بمحايا وشيء ب ب ب ب ب ب ب بالغارة وشيء يعني من كل شيء ما خلينا شيء ما سوينا. المراد بتيكم السالفة تجريب المغرب أبويه بندرنا جدا أم الكركب ورينا الضوء على ما شفته وحطينا السمكان وشوينا ويعني دوني أنا بعد ما في الذميم. اليتيم ما يتوصب لبكى. هيلا بيس فيديوهات عيزت من كثر ما صور بقول يمكن 300 أو 400 على الله يحفظكم. من بند الداتا مال نظام التجوال بند اني قلت في خاطري من ارد شويهات بنزل رجعنا من الحي ان شاء الله من اضوي بنزل كل اللي صورته حوالي 300 400 فيديو. قلت بخلي النوادم تغيل كم يا اللي تعبدونه ما خليت شيء ما صورته. اشياء فنانه وتاخذ العقل الطيور ومداحيهن وين يبيضن ما بالله تبريض عادي. تبرضت تبريض السنة في دقيقة كني ما عندي مونة أبدا. صوير ولايتي.
كاين مكان بعيد وين بليس مضيع عياله، خطفنا ابوي على الاحول كلهن، وخطفنا على صير بن اياس واخر الدنيا. بندرنا وعينا من الله خير. المهم نحن ضاوين في الليل على الساعه 9 ونص 10 حوالي 10 ونص نحن في ظهار الصير، ولنا الارسال 4G ما شاء الله عليك اتصالات. يوم نحن في ظهار الصير في نص الغبيب ولنا الارسال 4G 4G من اتصالات بياض الويح عليك من اتصالات، ما علي من اللي بيزعل يزعل يرضى. انزين قلت في خاطري الحين قوم هلال جالسين ابوي يلفحون، وانا ليش ما انزل فيديوهات عقب يتناصها في الليل منو بيشوفن؟ وافتح الداتا ويلس اللي تشك وتشك 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 اهوس وينزل الفيديوهات. ينزل منو بعد؟ يا ربي مؤمن. وافتح الداتا ويلس تشك وتشك وتشك وانزل هيلا بيس تنزل هيلا بيس تنزل هيلا بيس تنزل، وهو يسوي لودنج. وفجأة شريته سوى ساين اوت السناب مالي، بند تليفون ما بند، هو ظهر من البرنامج روحه. عيد الشهر شو يا نشيته وسوي حطيت الباسورد وفتحت السناب وادور السنابات متسحن عن بكرة ابيها. كم حوالي 350 او 400 سناب جليل امتسحن في جيل يا رب ارحم، ولا تم حتى سناب واحد. وضربتني ضيجة ضج كني محملي طبعان ولا بايع بالخسارة. الله بالمستعان، يا وضع كان يا وضع مر علي ويا حالة كنت جاسيها. مر الوقت 12 ساعة عذاب ريج، الناس مبسوطة وانا كنت اصور والناس تنقز وتضحك وتسوينا هيلة بس اصور حق المتابعين كل حقهم هذا. انزين يا ليتني صفت كار كل امتسح ويا ضربني غما لين وصلت ابوي لشويهات. لسلكم ابوي الناس تضحك وانا حاط ايدياتي على خدي، خلك عند دم فاسد لا حول لا قوه قضاء الله وقدر. وانا بدت السوالف واللقطات اللي سوت ما تنعاد، عاوزنا نرجع زي زمان ولا الزمان يرجع يا زمان؟ ما يرجع الزمان. وصلنا وبتنا ويلس احط لك حرتي في الاكل اصر طم ما تشوف عيني من الغيظ، حتى لو حد من العرب وقت الغيظ ياكل، الناس وقت الغيظ تتضارب ولا تنسد نفسها على الاكل. انا تنفتح شهيتي احل الصراط خصوصا يوم ازعل. اي والله عدى يوم السبت على اساس اني برمس وياكم، قلت في خاطري شرمس ويا العرب، ما عندي رمسه، لا عندي رمسه ولا عندي موضوع، ما بيدي حيل ولا حول ابدا. ويتصل لي شيب بن احمد على الله يحفظه، شيب بن احمد البيسي، ها ابو احمد عندك؟ قال ابوي عندي 3 أو 4 فيديوهات مصور انك وانت ما تدري. يا ابوك اسميك تيملت، اسميك تيملت، حجيت ولا دريت، حجيت ولا دريت، حولهن علي، حطيت لكم اياهن عاده. مرحبا ابوي. مرحبا ابو محمد. هات شيخ. الله يطول بك عيل، احنا موجودين يا طويل العمر في معرض الكتاب، شرفنا. انت منو عاد بارك الله فيك؟ عفاني. شو هناك انتو في المعرض شو عندكم؟ احنا هيئه الفجيره للثقافه والاعلام. ما شاء الله، وهناك مشاركين في معرض الكتاب؟ اي نعم، اللي يرأس الشيخ. منو رئيس دايركم؟ رئيس الشيخ راشد بن حمد الشرقي. ما شاء الله، يعلى الله يطول بعمري ومتبجله ان شاء الله. امين. عيوني تي. وين عاد ما بدل في اي مكان في المعرض؟ احنا يا طويل العمر في قاعه 12 اتش. ان شاء الله عيوني تيكم. عرفت اني انا بين معرض الكتاب؟ انا تابعك يا طويل، منو ما يتابعك يا ابو محمد؟ يعلى الله يحفظك متبجلك، شكرا على المتابعه اللي خليت منك. الله يسلمك انت كان تعال على الله، الحين عندي شغيل صغيروني وان شاء الله انا في طريقي بيكم اول الله. زين الله يعزك بالسلام، الله يحفظك ان شاء الله. تحياتي لك وللجماعه وكل اللي بشارك. الله ييسر اموركم ان شاء الله، ان شاء الله في خلال الساعة ساعة الا ربيكم اول الله. السلام. مرحبا مرحبا اخوي، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سيري توني واصل عاد معرض الكتاب 2017 يحصل ترى كل سنه من حول لين حول. شي اصبر اللي بيتعدل تعدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. انت تراني ناقم منك نقمه ما شي كبرها. زين وهالجماعه ابويت تمحينه وقربوا بي. ابويت من جبل تحينه
جايينكم من طيب خاطر، ابى اطالع الهست عندكم. يا مرحبا وسهلا. انزين شو رايح هنا؟ سنعوا لي حد ابوي يشرح لي الهست كامل. ابوي هذا ما في الحاضر ما تحبوا، اول ما جيت ما هاي ابوي فنيلوني بهالقريطيسات مال الفنايل، فنايلهم قراطيس. هذا هاي الجماعه كلهم هاي فنايلهم ترى. ابوي عقب زوروا حيله اظهروا الفنايل الولايتيات وقهونا فيهم. زاغوا من نقمه. اول بادي انت الرجال منو بارك الله فيك؟ يا اصورك انا الحين ما علي بالكرت، الكرت روح هنا شفته. سعيد الطنيجي طال عمرك مدير جائزه الشيخ زايد الكتاب. والنعم والنعم. ابوي له خليتني. عبد الله مايد العلي مدير قطاع المكتبات. هذا الزين والمشاريع. بارك الله فيك. وانت الشيخ؟ احمد محمد عبيد. والنعم. كاتب وباحث وشاعر. شاعر؟ شاعر والله يقولون. ما شاء الله عليك على الله يحفظك. انت ابوي الرجال تمنو؟ ما بقول لك اخذت اسمه من قبل ما بقول هذا اسمه. نسيت عاد اسمك. هذا اسمه سري. هل اني انا بروم اتذكر اسمك؟ ما فيك شيء ملفت لي النظر ابوي. مدير مكتب الزايد. هذا عاد اهم شيء فيك مدير مكتب الزايد. يشرفنا ابو محمد حضورك الليله الساعه 7 المساء في حفل جائزه الشيخ زايد الكتاب. ان شاء الله بعيوني فيكم. الله يسلمك. مرحبتين مرحبتين الساعه. الله يحفظكم. اكثر من 50 فائز وفائزه من 2006 لين 2017 الحين برويكم. ان شاء الله عاد هذا من الاقدم الى اعلى وانت ساير كل سنه كل سنه حد كل سنه حد كل سنه حد وكل من ملك وشيخ ومطوع وقاضي ويعني من كل حد. اليوم يعني الله يحفظكم بيكون توزيع الجوائز تحت رعايه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي يعني الله يحفظ. الله يحفظكم. أول مكان بزوره عند هاية الحرمة غاية الظاهري صاحبة ألفة كتاب صوت الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا لازم تظهرين. ليش يا ربي؟ كيف حالكم؟ كيف أنتو؟ أبرككم من ساعة أشوفكم. حرينة ومشاركات في ما شاء الله. أيوة هذا الزين. أبرككم من ساعة جايات مشاركات ولا داعيين صالوننا في البحرين. أه. نادي الفراشه الكتاب. أه. داعيين علشان يكون عندنا مشاركه في جلسه صالونات نسائيه في الخليج. سنه تشاركين؟ اول مره ابو ظبي الكتاب اول مره. ما تدعوكم من قبل؟ لا ما دعوكم. زين نحن تشرفنا بشوفكم. يا مرحبا بكم. وسهلا مرحبا. اعرفكم على شخصيه مميزه مميزه زياده عن اللزوم. روحه بيعرف عن عمره. مرحبا مرحبا. اسمي الحمد لله. شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. مرحبا. عطنا معلومات كاملة عنك. معلومات كاملة؟ هي نعم. طيب زين أنا اسمي ديفيد هيرش. نعم. أنا أمريكي من جامعة كاليفورنيا. شو سبب زيارتك للمعرض؟ والله أنا يعني ضيف المعرض. أنا ألقي ثلاث محاضرات. ما شاء الله. يعني بخصوص يعني مثلا النشر العربي في الصين. أه. وسوق الكتاب العربي في الولايات المتحدة الأمريكية. أه. وثالث عن الروايات المصورة والكوميكس باللغة. من زمان تيجي دولة الإمارات؟ والله اول مره سنه 83 انا كنت طالب في جامعه الامارات. ما شاء الله عليك. نعم. يعني ملم بالعوائل والعادات والتقاليد. ما شاء الله عليك. ما شاء الله تشرفنا بشوفك. احنا اكثر والله. جزاك الله خير. شكرا وان شاء الله لنا لقاء معك. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا شكرا استاذ. ايش صور لي؟ ما نعم انت جميل في كل وقت مش الحين تسال هل طلع جميل ولا لا. انت جميل في كل وقت مش الا في السناب. انت على الطبيعه جميل روحك جميله. انا زادني شرف اني وقفت معاك وسولفت وياك. اكثر والله. الله يرحم والديك ويخليك. شكرا جزيلا. جميل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ هاي كيف حالك؟ ومن سيرتي لين يجي يعلى التسليمين يعلى الله يحفظك. شرف جناح صوت الرشاد. الرشاد انا غايه الظاهري من مدينه العين. والله مرحبا 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 من سيرتي لينيتي. يا مرحبا بدار الزين. دار الزين. يا مرحبا بالغلا كله. مرحبا بمنشأ الطيبين. مرحبا بالبركه. الله يحفظك ويسلمك ان شاء الله يا غايه. يا مرحبا. انا يشرفني ويسعدني زيارتك اليوم في معرض الكتاب الدولي ابو ظبي. الله يسلمك. الله يسلمك. انا اللي فرحت بشوفك واسمع عنك من سنين طويله. خاطري يشوفك ورب العالمين اليوم صاباني مره علي مره على الهدف. صرت الهدف وانا غايه وهدف. الحمد لله الحمد لله. يعليك يزول. وانا يسعدني ويشرفني اني اقدم لك صوت الرشاد. ما شاء الله. نعم. تاريخ القهوه وصنعها وعاداتها وتقاليدها
حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما شاء الله. ما نعم. شاء. هذا تأليفك أنت؟ نعم هذا تأليفي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على العين. نعم. أنت شيفت هالعين ترى مميزين. نعم. مميزين. إيه نعم. فيهم البشاشة وفيهن نعم. النظارة وفيهن. نعم. الله يحفظك السنع والمذهب. نعم. العدل. نعم. والملتقى الفنان يعلى الله يحافظك ويرحم الربات يا رب العالمين. الله يسلمك. حافظك يخليك. ما عليك زود. نعم. اليوم انت سفيرنا يا خالد الخالدي في الميديا الى العالم كله. يعلى الله يخليك. الله يسلمك واحسانك ختم. الله يطول عمرك. الله يسلمك. رحيلي شو اللي عندك هذا؟ هذا طال عمرك هني العظمه وهني الاصاله وهني الزين وهني التاريخ وهني التراث. الدله الفلاحيه. ما شاء الله. الدله اللي تنتمي للاسره الحاكمه الآل نهيان. هاي دله زايد بن خليفه بن شخبوط الكبير. هذه الدله ظهرت في صور للرحاله الالماني بولخارت سنه 1904 ما شاء الله. تحت اسوار قصر الحصن في برزه زايد بن خليفه. أشوفها بجانب الله عليك. نعم نشرحها لك بعد طال عمرك. يا سيدي. إنزين هذه الله يسلمك. هذه دلة زايد بن خليفة مرفوقة من السوم ولا تنشرى ولا تنباع. يا حافظ. نعم. كفو كفو نعم. كفو. صنعت بمناسبة عظيمة انتصار زايد بن خليفة في معركة ويوم يلبشير يبشر إنهم انتصروا في المعركة. نعم. قامت أخته الشيخة عفراء بنت خليفة. نعم. ويابت الصايغ الذهب. نعم. وخطت له وقالت له هاي مآثر العظمة والنبل والعزة والكرم. زين وقالت له مآثر هي. نعم. والترس والحربة. أيوة. والسيف. ما شاء الله. والركاب وعرف الهدهد. اي نعم. والطربوشه. اي نعم. والذواري. يا حافظ على الدواري. نعم. ماشيها. وكملت قد المراه وقد المراه اللي يحوي النسل. نعم. نعم. فهذه هي دله زايد بن خليفه. يعلها الجنه. نعم. الفخر والاعتزاز. يعلها الجنه. عليها تلك الفتاه حطت كل المآثر في هذه الدله لانها رمز الكرم ورمز الضيافه. ونحن اليوم نقدم فنيان القهوة رسالة سلام مودة ومحبة وتسامح للعالم كله. هذا زين. وهذه الدلة لأول مرة تظهر منذ ظهرت في تلك الصورة سنة 1904. ما شاء الله. واليوم نحن نظهرها في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. كفو. هاي سفيرة الكرم والمواجيب. على حلة. هاي شيء طيب. هذه دلة زايد بن سلطان طيب الله ثراه. على الجنة. نعم. على الجنة. هذه دلة الذهب. إنزين. هذه قدمت هدية بمناسبة تولي الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي سنة 66. ما شاء الله. نعم. وين جت الهدية هذه؟ هذه من هل العين. ماشي كفو. نعم. كفو. هللعين. على حلة. نعم. على حلة. نعم. وهذه الله يطول عمرك نفس القوس والترس. نعم. والرمح والحربة. يا سلام سلام. والسيف. ما شاء الله. والركاب وعرف الهدهد رسول السلام. ما شاء الله. والذواري. هذا الزين. وقد المرأة. ما شاء الله. وختموها طال عمرك بنبات عندنا نحن يسمى الغرير. نعم الغرير ينقض في برور العين ويسوي نفس النبته لكنها تسوي نبته بيضة. زهرة بيضة. وزهرة بيضة وبنفسجية. نعم بيضة وبنفسجية وزهرية. سبحان الله. نعم هاي الزهرة وهذه اسمها الغرير. الغرير في العين على البرور والصحاري وقت الحية ولا؟ نعم وقت الحية. سبحان عقب نزول المطر ظهرت. اللهم لك. وعرفت هذه الزهرة ان نحن عيناويين بنفسجية. يا انتوا عيناوية. نعم. وظهرت الوردة بيضة بنفسجية وزهرية. زهرية. نعم. هذا الزين. نعم. زادت دازب الزهري ما شاء الله. نعم. تبارك الرحمن. نعم. العين.
دار الزين يا زين يا زين تفرح بو خالد وتطرب واليوم بو خالد زاير العين بنحسبه العيد الاكبر الله وبنعلي الرايات صوبين تحف به وين ما يمر لانه مكانه داخل العين ميجين في الخافج مقدر سلام لك يا بو خالد منا ملايين وخن من المسكله لك العذر يا كامل الزين ان كان فيك الوصف قصر والعذر من ابو خالد وافي 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 بارك الله كفو يستاهل والله ابو خالد يقولون الدلال زين والدلال تختلف معلوم منها الدله الفلاحيه وهذه يسمونها الدله الفلاحيه راعيه الفلاحيه زين وعندك هذه الدله الرسلان العاديه هذه العاديه هاي الدله العاديه نعم. اللي يقوم بها في البيت نعم نعم وفيه يا طويل العمر هناك دله الطين اول ما بدا دله الطين وعقبها دله الحديد دله الصفر نعم وعقبها دله النحاس الاصفر هنا وعاد بعدين قاموا يسوون الفضه هي وهذه الدلال كلها لها شان والها طال عمرك مكانه معلوم وعدنا تسمى ادوات القهوه المعامل الهشان كانت المعاميل تباع وتنشر وترهن وتتقدم هدايا للملوك للرؤساء وشوف القبائل عميل هي تكون في صدر البيت عندما يوصلك الضيف معلوم. تكون مرة هي المجابلة وهي في الصدارة لأنها تخبر عن مكانة صاحبها معلوم. يعني هي عنوانها عنوان مكانة هذا الإنسان أكيد. والمعاميل بعد تحد لو صار شيء الله يسلم على ويهك سبعة أيام في حالة شو هذا؟ في حالة قال عملك الوفاة في حالة وفاة تحد المعاميل على صاحبها سبحان واصحاب الشان وإذا كان توفى صاحب شان يعني قاموا وشلوا المعاميل وحطوهن عند قبره لا إله إلا نعم. الله لأنه يقول لك كل من يخطف على من يخطف على قبره ويشوفه يعرفه أن هذا ذو مكانة وصاحب كرم ولو قال عمرك الكرم يكون وتتناقله العربان نعم. من مكان لين مكان يقولون فلان الكريم نعم بارك الله فيك وعدنا طال عمرك الفنايين ايه الفنايين نعم هي. الفنايين بنعلمك على الفنيان المسبوع هي. الفنايين المسبوع قال له فنيان هم مسبوعي لو في داري نعم لو في فنيان هم مسبوعي قال فنيان هم مسبوعي عاش من سواه غيره لو صفالي مالي صنع جدواه الله يحفظك نعم. والثاني هاي يا لهم مسبوعي لو في داري غباه شرتني فتش الصوعي شرتني فتش الصوعي نسيت عاد انا البادي نعم هذا الله يسلمك من زعل ايوه نعم مين لك هوا هذا المنحاز والرشاد معلوم زين وهذه الخمره دله الخمره وهذه وعدنا الحين الله يسلمك الكوار ايوه وهذه القهوه البريه هي خليها برايها بكانها هذه القهوه البريه اللي هي الاولانيه هاي اول وحده هذه حبه تصغيره ايه زين هاي من اجود انواع القهوه شوف انت نعم وعندنا القهوه السيلة القهوه الخضراء اللي يسمونها ضروس الخيل شوف انت نعم ايه وهذا طال عمرك عاد الحين هني مقلايه وهذا عندك الهال وعندك نعم وجوزة الطيب هذا زين نعم وعندك الزعفران الشام يا حافظ فوق الخدود ارضو يا حافظ ما غير حاضر يعني حضر ويشوف وهذه الدلة 150 سنة مصنوعة في مدينة العين من نحاس جبل حفيت ما شاء الله نعم لأن مدينة العين كانت تشتهر بأجود أنواع النحاس اللي يصدر من ميناء أم النار إلى العالم الله عليك ما شاء الله نعم سميت بوظبي مليح على استخراج أجود أنواع الملح نعم. من جروف فص البحرية واللي صدر إلى روما تبارك وكانت روما تصنع منه عملة وتعطيها جنودها شوف في انت. الرومان نعم نحن يا الكثير والكثير اللي نقدمه للعالم نحن عندنا ثقافة وسنة وفن وولع ما شاء الله نعم نحن عندنا كل شيء لكم في زود لكم إن شاء الله الله يسلمكم والعين عمرها 7500 سنة استيطان مستمر لم تهجر عليها أفلاجها من العصر الحديدي شد عليها أفلاجها ونخيلها وهلها
شكر لك والتقدير. والله يسلمك. والله شرف عندك. مشكوره مشكوره يا ام خالد. ام خالد ولا انا غلطان؟ مشكوره مشكوره يا ام خالد. بعد الكرت حطيناه وبنصوره وهاي الحين هذا الكتاب حقي انا. نعم. هذا هانسير. لا هذه هديه. يا عمرك طويل. نعم. يعني الله يخليك. طال عمرك اسوي مغي وياك. نعم. هديه للطيبين. يعني طاب طيبك وعاش حبيبك. الله يسلمك. اقول حق هاي متوحدتني ياس تصورني من ساعتين ايش تبيني؟ الزين يطالع. يلا الله يسلمك. والزين ينتبه والزين ينحب. يلا الله يحفظك. نعم. ما عليك زود. وانت ما شاء الله عليك جميل. نعم. بعد ما بالله جميل جميل وحلو. نعم جميل جميل وحلو وفنان. يعل عندك طويل. نعم. ما عليك زود. وصاحب رساله. يعل التسليم. ونحن نشجعك. خالد الخالدي. يا خالد الخالدي سير ونحن من وراك. بارك الله فيك. نعم. انتم فوق الراس وانتم اللي قدامي وانا ابوي اللي وراكم. الله يسلمك. انا بلياكم انتم ياكم ما اسوى. لا والله. والله. انت الخير والبركه. يعل عمرك طويل. وانت اليوم الله يسلمك سفيرنا لنقل الثقافه من الامارات الى العالم لان انت عندك الحين هذه اللي يسمونها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اليوم غلبت على الكل. الله ملك الحين. خليتني طال عمرك يا ام خالد. الله يطول عمرك. الله الشر والبلاء عندك. وهديتنا مقبوله. عاد بنسوي لك هدا. بارك الله فيك. وسمينا الكتاب على صوت الرشاد. يا حافظ يا حافظ يا ام خالد. وافيه وافيه. كرام هذا صوت الرشاد. دعوه كرم على فنجان قهوه. يعلى الله يحفظك. نعم. طول بعمرك. مشكور يا ام خالد. الله هذا ابوي ريحته دهن عود وطايفي. نعم ما شاء الله ما شاء الله. خالد الخالد طايفي لو اسطنبولي. لا طايفي. هاي اروح ريحته تشدخ. نعم. خلطه هل العيد. ما شاء الله. ورد الطايف ودهن عود. يا حاضر. بس مره منبولهم هل العيد فنانين. نعم. ولا حد يروم عليهم. ونسوي مستوت الدنيا. الله يطول بعمرك. مشكوره 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 يا بنت خلفان. مشكوره ما قصرتي. شو بلاها؟ ما كنت بتحب حد اهداء. ابدا. وافيه. حقك انت بس. وافيه وافيه. والله ان حقك انت. وافيه بنت خلفان. وافيه ادفع الله الشر والبلاء عنك ما قصرت. قناتي؟ نحن حقك هي. في الخدمه حاجه. اماره. حاجتي إيه؟ اني اشوفكم بخير. حاجه اماره. وامر انك تستمر على ما تعل. على ما انت عليه. انت ما شاء الله ساير على وكل الله. رب العالمين ييسر امورك. يطرح البركه ان شاء الله فيك وفي صحتك وبدنك. الله يسلمك. في انا. نعم من اشد المعجبين والمتابعين. يعلى التسليمين. نعم يعلى التسليمين. يعلى التسليمين يا بنت خلفان. ورمستنا. يعلى الله يسلمك ويحفظك ويطول بعمرك. وهذا معروف لدى الجميع لانك انت. انا يوم اشوفكم انتم. هذا انا تنومس. الله يسلمك. كنتم بخير وسهاله. الله هذا الناموس. الله يحفظك يا اخي سعيد. نحن وين سايرين الحين بارك الله فيك؟ رايحين طال عمرك على الملتقى صالون نسائي ثقافي. هي. لاسم الصديق ام غانم. والنعم والنعم. واحد والنعم. من اشهر. يعني الله يحفظك انا اسماء صديق تدري متى عديبها؟ عديبها من في عرسه. هالكلام تدري متى؟ تقريبا من 37 سنه. تدري وين كان عرسه؟ في فلل الروضه وين الحين يسمونها الكرامه. تعرف محمد العام محمد عبده يوم جه هنا في المعرض؟ نعم. قال لها انا منو؟ محمد عبده هي. عرس غانم ولا سعيد ولدها؟ لا اله الا الله. عين ابو ثريا كم عمري ديناصور. هاي ما شاء الله عليها ام غانم يعلى الله يحفظها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما خليت شيء ما خبرت عنك. زين. قلت انا ابوي انا حاضر عرسه. زين. انت عرفتيني منو؟ ادري ولو. ابوي بعد شوي. يعلى الله يحفظك. هذا الصالون مال الاستاذ الفاضله. ام غانم لانه فكره الاصناف ما تحدثت به نقاش محاضرات فيها بعض. يعني الله يحفظكم. حاليا انا في الصالون مال ام غانم فموجود عندهم محاضره. محاضره قائمه. المحاضرة قائمة وأنا في خاطري أرمس ويا بنت الصديقي على الله يحفظها ام غانم. غير ما رمت لأنها ما شاء الله مزحومة فقالت إن شاء الله من عقب المحاضرة من تخلص المحاضرة برمس وياك لين تقول بس. قلت إن شاء الله مشكورة ما قصرتي. في إحدى رسائله من قرأ
آية قرآنية أو مقطعا قرآنيا مرتين بنفس الفهم فقد جمد فهم النص، لأن النص الذي غير داني. عليك السلام. لقد صار قلبي قادم كل سنة. ما ظهرت ويوك. ما ظهرت ما ظهرت ويوك. وبيتي بأوطان وكعبة طائفين. أنا ما برمت ريا لأن ما شاء الله مطول المحاضرة وبرد لها إن شاء الله هم غانم إذا الله جعلنا من الحيين كم كانها وايد فنان. نجد من خلالها هذا التوازن والتناغم التام. أنا آسف مضطر أتعك، أنا مش بخالف بزعل. شو هاي الصور مال شو حين شو هاي؟ هذا برنامج اللي يحصل في الملتقى في اليوم الخامس لمعرض الكتاب. هاي البرامج كلها ومن المتحدثين والأوقات. ما شاء الله ما شاء الله. هذا من ابتدى المعرض موجود صح؟ هذا اليوم بس. أيوة. هالجماعة الموجودين هال كل هالأوادم هال كلهم اليوم؟ هذا كلهم اليوم. كل ساعة تقريبا. كل ساعة شيء ضيف. ها؟ أيوة. عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا أنا في موقع جديد. شو اسم المكان اللي أنا فيه؟ أنت الحين في مؤسسة بحر الثقافة. مؤسسة برئاسة الشيخ هاروضة بنت محمد. مؤسسة برئاسة الشيخ هاروضة بنت محمد بن خالد آل نهيان. الله يطول. هذه المشاركة الخامسة تقريبا في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. المؤسسة مشاركتها في معرض الكتاب دائما تكون من خلال مجموعة من الفعاليات. مثلا ندوات، محاضرات، ندوات نقدية واحتفاليات، مثل بالأمس كانت احتفالية جبران. أيضا المؤسسة تعتني بالشعر، بالتجارب النقدية، وسيكون اليوم الأخير أمسية لفيروز. كيف يعني أمسية لفيروز؟ ستكون هناك مغنية متخصصة تغني أغاني فيروز، وأيضا مجموعة من الموسيقيين الذين شاركوا مع فيروز في العزف. ما شاء الله. هكذا بيكون اليوم يعني؟ لا، هذا بيكون آخر يوم. متى بيكون؟ يوم الثلاثاء. شوف الصالونين اللي غطيتنا أنا واحد بحر الثقافة اللي هو هذا صح؟ بحر الثقافة. نعم، صالون بحر الثقافة. والملتقى. هذه الصالونات من أهم مكونات وركائز معرض أبو ظبي للكتاب، وأهم طبعا صالونات نسائية على المستوى العربي والخليجي للقراءة أيضا على مدار كم اليوم. كم عمارها الصالونات هاي؟ كم عمارها؟ والله أكثر من 10 سنوات، ويحرصن هالصالونات على المشاركة. تفضل. الشيخة روضة والشيخة شمة والشيخة شيخ الله يحفظهم مستمرات حقيقة في دعم هذا الصالون وفي مشاركته بشكل. المشاركة سنويا صح؟ المشاركة سنويا، والمميز أيضا ليس فقط في معرض الكتاب، ولكن أيضا نشاط بحر الثقافة مستمر على مدار العام. كثير من الضيوف، من الأدباء، من الشعراء، من غيره، الاحتفاء بالروايات والأعمال الأدبية، فنشاط ثقافي على مدار العام. ما شاء الله ما شاء الله. وين أنا حين باجي لي يمكن نص ساعة أقدر أجلس، وين تبغى نسير؟ أهم مكان أبو محمد اليوم كلها مهمات طبعا، لكن ضيف الشرف. ضيف الشرف الصين. خلاص توكل على الله، أول شيء يصير حق ضيف الشرف للصين. هي نعم ترى ضيف شرف على البلاد. نعم. عش قايل بعد مرحبا. يلا توكل. الريم شيخة الحريم الغالية. نعم. وين بلقط كتب قصار القصص مال خراريف بين 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 من المكان اللي بتوديني له؟ بوديك عند اصدارات الهيئه السياحه الثقافه تبع ابو ظبي. نعم. الامارات يعني. الامارات. نعم. زين توكل على الله. لكن اول بادي بسير عند هالفجيره. هاي المرخوص مرخوص. لاني موعدنهم اول ناس قال نبيهم هالفجيره وانا ما يهونون علي ان شاء الله. يلا الله يحفظك. مرحبا اخوي مبارك. سلام عليك. مبارك بن كنين. سلام عليك. مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ كيف انت؟ بخير الله يسلمك. مبارك ابوي. انتم من هالوين؟ من هالفجيره طالع. والنعم 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 والنعم. خبرنا مبارك. بنخبرك يا طويل العمر عن الهيئة بشكل عام. والإصدارات، أهم الإصدارات اللي قامت بها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. تفضل. من أهم إصدارات الهيئة اللي هو كتاب في عهد الشيخ محمد بن حمد لهالجنة الفجيرة في عهد الشيخ محمد. تفضل. وقبور ما قبل التاريخ في البثنة.
ما شاء الله رحمة الله عليهم. والكتاب لسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي صناديق حمدان الكعبي. يا مرحبا. كيف حالك اخوي؟ كيف انت؟ انا تشرمست وياك بالتليفون غير اول مره اشوفك على الطبيعه. يعني الله يحفظك ويطول بعمرك. نورتونا في العاصمه، نورتونا وتشرفنا بشوفك. الله يطول بعمرك. يا مرحبا. مقدارك، احنا طال عمرك سعداء موجودين في العاصمه. جزاك الله خير. الله يطول بعمر الشيخ خليفه والشيخ محمد. امين. ويحفظ العاصمة وأهل الإمارات كلهم. يا الله يحافظك، يطول بعمرك، ما عليك زود. يا الله يسعدك، الله يزيد مقدارك، يحافظك إن شاء الله. شو هالجوائز هالكذا رحينا؟ هاي طويل العمر جايبينها أمس من تونس، فايزين فيها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كفو 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 كفو. ذهبية وجا من هنا الذهبية؟ هاي الذهبية. هاي لكن تبع منقير. هاي ذهبية، هاي تنتين فضيات. هاي خاصة لإذاعة الشيخ زايد، هاي وقف من يا طويل العمر، وقف وصدقة جارية على الروح المغفور للشيخ زايد، خاصة من حاكم الفجيرة. الجنة من حاكم الفجيرة الله يحفظه، وهو له اهتمام خاص في هالشيء. كونكم مبوين توافين هالفجيرة، هالفجيرة كلهم وافين. يعني الله يطول بعمارها. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. مشكورين ابوي، طال عمركم. شكرا شكرا. والله شرب عنكم، مشكورين ما قصرتوا. يا مرحبا. جزاكم الله خير. نحن ما بنصير وين مكتب وين القصص والقراريف اللي قلتي لي عنها. لا بروح الحين الجناح الصيني. انزين هي بنصير عند ضيف الشرف. عند ضيف الشرف وخلاف بنصير. عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس وأنا ساير يوم ساير الشويهات جاي طاري حياة الوالد يعلى الجنة. منو أنت بالضبط حينة؟ علي بن أحمد كندي. والنعم والحياة الشاعر يعلى الجنة ونعيمها. الله يغفر له. هاي فرصة طيبة نلقاك هنا. أنا والله اللي فرحت، أنت فيك أبوي ريحة الطيبين، وأنت من ناس أخيار وما حد شراتكم. الله يحفظك، الناس كلها الناس كلها خير وبركة، يا غير أنت من الناس المفنودين والناس المميزين. الله يحفظك إن شاء الله، يطول بعمرك. تبغى نسوي فيك قصيدة بعد نسوي قصيدة بعد. قال عيال حياة الشاعر أحمد الكندي كلهم شعراء؟ كلهم شعراء. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظكم إن شاء الله. الشاعر علي بن احمد الكندي المرر، يعلى الله يحفظك، نبلو ثلاث ابيات من اي قصيد تنقلبك يحبها، شو رايك؟ اكيد وايد موجود القصيد مره. كل وله في الزين نظره، ولنت فيك تحير الانظار، ما اقول فيك الحسن شره، حتى الحسن تسعين مقدار، سواك ربي جل سواك ربي سجل قدره، بدر صدق ما بين لقمه. صدق اللي يقول من خلف ما مات الى الجنه. شو هالقسم اللي نحن الحين قدامه؟ الصين ابو محمد. الصين هي اليوم في هذه السنه هي ضيف الشرف في معرض ابو ظبي للكتاب. ما شاء الله. طبعا جايين بحجم وفد كبير ومشاركه قويه. ما شاء الله. عندهم نشاط ثقافي، عندهم ايضا التعرف على طريق الحرير والثقافه الصينيه. نعم. هناك العديد طبعا من الادباء والمثقفين، توقيعات كتب صارت خلال الايام الماضيه. ما شاء الله. ونشاط ثقافي مستمر. أهمية الكتاب هذا اللي تشوفه؟ هذا القراءة في الاقتصاد الصيني واحد من أهم الكتب اللي ألفت في هذا المجال. البروفيسور لين فو هذا أول يتولى منصب نائب رئيس البنك الدولي. ما شاء الله. نعم. ومن أهم الشخصيات الاقتصادية في الصين. طبعا هذا الكتاب صدر عن كلمة للترجمة في أبوظبي. أيوة. نعم. مهم جدا لأي قارئ مهتم بالصين وثقافة الصين واقتصاد الصين يقرأ هذا الكتاب، لأنه يتناول ثقافة واقتصاد وتطور الصين في هذا الجانب، فمهم لمختلف شرائح القراء. بارك الله. وهذا هدية من عندهم في المكتبة الصينية، القسم الصيني يكتبون اسمك لكن بالصيني. My name? Yes. How? Khalid. How many letters have to be? Three. Three? Not letters, we have characters. Ah. Khalid. Khalid. محلات الاسمي. Thank you very much. Thank you. Mr. Van Loo, thank you very much. Thank you. Thank you. And nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. محلي ما قصر في تبسمية. سعيد، كل الشكر لك والتقدير على الحفاوة والكرامة وكل اللي قمت به في المعرض وحط بها الحواطة اللي ما تشكرها. مشكور يا ابو محمد.
شرفتنا ابو محمد وشكرا جزيلا لزيارتك. يسلم يعتز حقيقه بوجودك. جزاك الله خير. ان شاء الله نتلاقى المساء ان شاء الله. ان شاء الله حتي ان شاء الله. ربي مكبر هذا ابو كبال 15 يوم الواحد لين يتلي. يا ربي يا ربي يا هم كان يا الله يحفظكم. الحين انا تعرفون كم جاي على اساس اني بجلس نص ساعه وجلست اربع ساعات في مكه في ارض المعارض. معرض الكتاب اللي في ارض المعارض يرزل عنوه ويستاهل شيء شيق وممتع. اقول ساير نص ساعه الى ثلاث ساعات. اللي يلفت الانتباه طريقه العرض، كميه الكتب المريود يا رب البيت والحرم ما اكثرهم. طريقة الترتيب المعرض ما شاء الله منسق ومرتب بطريقة ما اعتقد شيء بلاد في الدنيا العودة يرمون يسوون هالنمونة. ما ظني ان حصلت الكتب ما حصل الترتيب، وان حصل الترتيب ما حصل التنسيق، ما حصلت الجودة، ما حصل. شو بقول لكم، كل في الامارات كل في اقول لكم اي شيء معرض دولي معرض عود معرض صغيروني كل في الامارات كل قد يزيد، لازم بيقد يزيد. كبرى المعارض ما يقوم كرتة إلا كانت يعرضون سامانهم في الإمارات. أي شيء يقترن باسم الإمارات يغني مرة فوق الشمس. أي شيء ينعرض في دولة الإمارات لو الجودة كانت 70 تغدي 100 لمية شي يكمل هاللمية 30 وين بتي؟ أنا بخبركم 30 هي طال عماركم ما بالهوى. 30 يجيب الترتيب طريقة العرض والقانون والأمن والأمان. يا سلام سلام. إن الله جعلنا إن شاء الله من الحيين ومدلنا بالعمر بحضر أبوي حفل جائزة الشيخ زايد على الجنة للكتاب أول الله إن شاء الله. تغديت ولا ترياني؟ أنت تغديت ولا لا؟ أنت تغديت؟ سوبا. شو كلت؟ سوبا. شورب؟ عسل باكر. هاي المنظار بتغدى عادة زين؟ مشكلة. بتجلس عدالي؟ إيه يلا تريح زين. إبراهيم ما عليه إن شاء الله. يلا بسرعة عادة. يلا ها صرح شو سويته اليوم في المستشفى؟ دكتور عدي عندك شو سويته؟ كلام بس؟ مينون تبلي مينون بابا بقل انت أرباب مين لك بغل الشيء الخير أنا خازي خير So tomorrow is the procedure. So today no food, only clear liquids like tea without milk, Sprite, apple juice, yeah, and soup without any like vegetable soup without any stuff. Okay. تمام. هلا اليوم إن شاء الله بس سوائل صافية تماماً. هلا هون في صورة. بس تحب تصوريها. عارفة. هاي صورة بتعرفها. Okay. اللي هي يعني هذا المسموح وهذا الممنوع. يعني مجرد سوائل صافية شفافة. أيه. والأكل ممنوع. هلا بالنسبة للمحلول. طلعت عشيت؟ لا بلا وحمام. صرت الحمام؟ لا حمام لا الحين. كم مرة صرت؟ أربعة. شو يعني؟ صبر كم مرة صرت الحمام؟ عشرة. عشرة؟ تحمام؟ يلا ترياك بتي؟ باصر. واليوم ليش ما بتي؟ لا بالليل باصر. إنزين يلا حيا. تحملت أكل شيء صلاح؟ هذا. إيه تحملت أكل شيء. دكتور ممنوع. يلا ترياك زين. يلا الله يسلمك. تري بس يدنا المغرب من اصلي اذا الله جعلنا من الحيين بتوكل على الله بصير احضر حفل جائزه الشيخ زايد للكتاب. وهذا الحفل رقم 11. رقم 11 يعني الله يحفظكم. الحفل هذا والفائزين فيه 8 اشخاص 8 شخصيات من دول مختلفه. وعلى مدى ال 11 سنه اللي اختفن جميع المفكرين والسياسيين والأدباء والباحثين والدكاترة اللي فازوا، الشخصيات السياسية والثقافية والدكاترة والعلماء وايدة، يغير من أبرزهم 4 شخصيات.
أبرزهم يعلى الله يحفظكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ ما خطفت إلا الحينة سامحوني، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارجة، والمغفور له إن شاء الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشيخ الأزهر الأديب العالمي أمين معلوف، وغيرهم العشرات والعشرات والعشرات من الأدباء والمفكرين والأساتذة. يعلى الله يحفظكم الحين غاية الصلاة، وإن شاء الله نتلاقى في المعرض الكتاب عند وين الجائزة الشيخ زايد للكتاب. حول ساعة العرب وأنا في الزحمة، ما شاء الله هي زحمة سيايير خلق الله ما خلق، أظني ليله لازم واللي ما له لازم كل نياي. الله العظيم، أيتها السيدات أيها السادة، أفلا نجد في أبيات ابن عربي وأطلق مجلسه مجلس الشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل، قال كلمته وحضرت التنظيمات الإرهابية ووضع قوانين عصرية لمحاربة الكراهية والعنصرية والتشدد، قال كلمته ودش الثقافية الثقافية والفكرية، جائزة الشيخ زايد للكتاب، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، مشروع كلمة، وصانع الرؤية وأمير الكلم وسيد الفعل، أصحاب السمو والمعالي الفائزين الكرام. هو جزء من تمسك بأصولنا والجذور العميقة واللغة المشتركة التي تؤلف بين الناس، ونحن في وقت الكلمة المكتوبة أن نحتفل بجائزة الشيخ زايد للكتاب في نسختها الحالية. الشيخ بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الصعود إلى المسرح لتكريم جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة الباحث محمد شحرور من سوريا، فليتقدم. Thank you.
الفكر والثقافة. أصحاب السمو الشيوخ الكرام، أيها الضيوف، جائزة الشيخ زايد للكتاب من أبرز الجوائز عالميا لما تمتاز به من حرص. أستغل المناسبة لأشكر أعضاء الهيئة العلمية للجائزة على رأسها الأمين العام. إن الثقافة نوعان، علمية تقنية وأدبية أخلاقية. هذه هي قدرنا، هي دارنا الباطلة والسلام. يوم قلت لك مش وكلهم صفقونا شو سالفة سمعونا أنا يا صاصرك. تدريج سمعي والله يا بوش كلتني العرب قالوا يسعد حظك اللي رام يسويها الزين يحافظ عليها وعلى منطوقها وعلى دار تنتخت منها. من يدعي لك؟ كل اللي يدعي اني اليوم ظهرت على سنابك. يا الله يحب. كم العرب اللي تدعي لك يا ربي كم حبتك العرب. زين تدري شو قالوا لي؟ قالوا ابوي ما حد راملك الا بنت خلفان. هي ابوي لي زادت عليك في الرمسه. زادت عليك في الرمسه. قل له هي نعم زي الاماراتي. وانت بوت ريحتك ابوي من بعيد بصير يومين ريحه هالدار الدار. نعم وشوفك روحه يطرد الفقر 40 سنه. نعم هي معروف. يالله يالله هذه طالع لك الكندوره. هي نعم زين. والثوب هي نعم الكندوره والثوب وهذا ابو التلي يسمونه معلوم. وهذا تراثي الاصيل. نعم نعم مو هذا والله الساع ما خرب. الله يسلمك يا بوت. انت اللي مزينتنا ما هو اللي مزيننك. على الله يحفظك ويديمك. العرب اليوم توحوني توحين نص يزي انك انت ترمس ويا ويا بنت خلفان. يا سعد حظك. يا سعد حظك. هي اللي سعد حظها وهناها اللي طلت اليوم عليكم من السناب خالد الخالد. يا الله يسلمك يطول بعمرك. تو ما تبارك السناب قناتي ومشكوره على الهديه ومشكوره على هالملتقى الفنان وهالاخلاق الفنان اللي ما شي شراته. هذا امريك الحين ما اخذنا تشرفنا برقم الغالي. عيوني يحصل لي انا الشرف اعطيك رقمي واعطيك عنواني ووصلت لين وين ما تكونين. عيوني تيج انا ساكنه اوضه معيشي جديد يسد يا بوت اللي سكنك هاي تسوالها بلاد 10 ريايل بتموت ام وتحيا قوم حسب توصل مكانك انت. يعلى الله ييسر امور. اصلي انا ما يفر حليلي انا بالنسبه لك انت نقطه من محيط. يعلك دايمه ويعل عمرك طويل ويعل عمرك العمر المديد ويحفظ ماي الروايب هاي. بس الروايب هاي تسوى لك كتومان. هنا العين حطت في الروايب. هنا هذا روحي يسوى لك كتومان. الله ييسر امورك يا خالد. دعت ابن عاد الحين وياك خالد الخالدي اعلامي هي وموظف حاليا في وزاره الداخليه. والله مليون مرحبا ولا يسلم. سلم على الحلب الداخليه كلهم اللي ساروا وياكم اسبانيا. هذا هم ما شاء الله ما شاء الله. هلا والله ما شاء الله. حبيب الشعب الامتين العربيه والاسلاميه خالد الخالدي. يا مرحبا بالسادة الذهلي. انت من وحينه؟ انا اسمي مزون سيف الغانم. مرحبا 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 مزون. انت في وين تداومين؟ انا مذيعه في السوشيال ميديا مذيعة.
كلها وكل ليش المذيعات كلهن ينغاويات؟ شو السبب؟ يتنقون النقوة يعني. ما شاء الله عليك، على الله يحفظك. خبريني عن الحظ بن مصبح بن فرحان الكويتي. والنعم وسبعة أنعام، الشيء اللي من عقبه والزين اللي من عقبه الحظ. الحظ أخونا، الحظ أخونا زين وقريبنا ونفتخر به، وعالم من علماء التاريخ والتراث. نعم مين عليه؟ إيه. وسلم عليه وقل له سلم عليك أختك غاية بنت خلفان براكة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله من عين. الصبح رمسويات انت بنت خلفان براكان؟ نعم انا بنت خلفان براكان. بنت خلفان براكان؟ نعم. يا ربي يا ربي صديقي، انا خشم عين ابوك يني بيني وبين ابوك صداقه مالها اول من ثاني. يا الله يا رب، الحين خليني اسكر السناب اخبرك الخراريف بيني وبينه. والله اني ما عرفت خاله اسمها في ابو ظبي كانت. نعم نفافه. نفافه نفافه هي نعم. هب خاله عمه عمتي عمتي نفافه. نعم عمتي ايه على الله يحفظك. حيات نفافه متعديبها كانوا ساكنين في بارفوز. نعم ايه. وعقب احترقت الشعبيه. نعم وظني ما ادري وين تحولوا. يا ربي القصيص ايش يخص الجمهور يا عبد دارنا نحن الدم ولحم. الدم ولحم هتر هاي دارنا نحن الكبير بالبلاد. نعم. هذا منا يعرف الثاني. نعم كل منا يعرف الثاني. يلا الله يحفظك ييسر امورك كني بيكون لي زياره بتلاقى بياس اذا الله جعل ان شاء الله. وانا اعزمك تراها هب عزيمه مثل ما يقولون مراكبيه ما يهمك. لا عزيمه عيش وين في على وادي معيشيج انا ساكن إن شاء الله. على درب العين دبي. عيوني مرة. عيوني اكزت 36 عيوني هاي الله يطول عمرك جزاك الله خير. يا سلام هذا ابوك. ابوك ريال ممثل معروف على الله يحفظه ويطول ويهته في عيمان على الله يحفظه. ابرك كم ساعه اشوف ايش اختي. This is my friend. هي ما شاء الله ما شاء الله والنعم ما شاء الله. Still you remember my name؟ عيني عليك باردة. هذا ديفيد هيش هذا عميد الثقافة الأمريكية. ما شاء الله عليك. نعم الثقافة يعني هذا مثقف. هي نعم في دولة الإمارات. في دولة الإمارات ما شاء الله. على الله يحفظه ما يبالي رمسه ما تسوي الصبح من العتداء. نعم هي نعم نعم هذا عدنا الحين صار له 45 سنة ما شاء الله. لاحج على كند عيال هو لاحج على كند لطيفة. نعم هاي اللي كانوا طبيبات مستشفى كند ما شاء الله لطيفة وفرحة وجويس ما شاء الله كل في مستشفى كند كانت اذا ما جيت لك ابوي انت حق منو بي بارك الله فيك. اي أيوة ونص اي أيوة ونص على الله يخليك يطول بعمرك على الله يحفظك يطول بعمرك. دني بارا سلام عليك. عليك السلام. مساك الله بالخير. الله. فرحت بشوفك. هاك اليوم شفتك في وقت كدر وكان عزاء عندكم. واليوم الحمد لله وقت فرح. الحمد لله. وهذا الإنسان تتلاقى وياه في الأفراح والأحزان وإن شاء الله رب العالمين يجعل أيامنا أفراح بأفراح إن شاء الله دوم الله. آمين آمين يا رب العالمين. حفظك يا رب العالمين. مع ياسين تباقون مصباح الله خير. أبونا يا رمس الريال الريال أبوي قضينا مضينا مصباح الله خير. صغيران السفير المغربي يعلى الله يطول بعمرك ويحافظك يخليك فرحت بشوفك لثاني مره يا سعد حظي انا اليوم يا ربي يخليك. السلام عليكم. عني بعد البوسه ليش يعان انت ادري بك حبيبي يعان صبر لين باكر. ما ترم ترمس ما ترم ترمس مليوع هذا شو بروح النادي حبيبي لازم هي لازم الرياض حبيبي. انت وين تدوم الحين؟ بسير ابدل ترى كان عندي شغل. زين الساعه 11 بيسكر الجيم والحين الساعه 10 قاصر 3 دقائق والكابتن قال ان جيت الساعه 10:05 وانت ما جيت ما بمر مردات الحظ عاد اليوم البارك ما لقيت موقف الا اخر الدنيا وين بليس مضيع عياله كان شو اسوي لا حولي ولا قوه من بغى شيء ودر شيء روحي عاد متعايز هو ايش عندك اختي يا ابوي ها ايش عندك ها. سلام عليك. منو انت؟ انا محمد.
والنعم شو تبه؟ صور وياك. سيقتني. جايبه صور وياك. يلا صور. متى بتخف قادي هالمتن؟ يلا خف عاده. يلا. سلم حبيبي. سلم على اهلك ها؟ يلا في مال الله. حليل هالصغيروني. الله مالك الحظ. كابتن وير ار يو؟ Golden. Sorry, I'm late today. It's okay. Bye. Thank you, Captain. Thank you. We'll start with the abs. All the abs? No. We'll start with the abs. We'll start with abs? Full body. Tomorrow you're not coming. No. So full body training. Okay, yalla. السلام عليكم. اسميني هاك اليوم يوم صورتك كلتني العرب. وين تعرف هالرجال؟ وين طحت به؟ وعمرك الى الله يحفظك. متى هاي؟ مخلص لو بعد؟ خلص. زين زين ما حد متأخر لنا. يلا ما الله حدكم. يتني كذا رسالة. أول شيء سلام عليكم مساكم الله بالخير. يتني كذا رسالة وتشريهات من سنين ما عديت علينا خراريف. والله زين منبوني على الله يحفظكم متعايز. لكن قلت في خاطري بعد عليهم أبوي خروفة وبفك عمري بالصدع والديانة وباخذ إجازة يومين ثلاثة بلي خراريف. الله يحفظكم حرمة. ماخذ ريل. رايلها فنانة وهي حرمة فنانة وعاشة وعيشة ما حد عاشة في الدنيا متعاش جين عشق عشق حتى فردة الصحة ينصفونها بالنصيفة هي النص وهو النص وبينهم محبة وود ووئام ما ترقد قبل ما يختل هو وهو ما ياكل الشيء قبل ما يطيح ذمها شو بقول يغير ما الله رزقهم في عيال عيال ما الله رزقهم بعيال وعاشه وفي حياه ما شيء شراته وهو قطره الماء ما تهني الا كان بيناصف فياها والويبه ما تطيب له الا كان هي وياه لول هو هو ولول هو هو ما يتنسخون الا من صدر واحد يغير رب العالمين جعل حق كل ادمي طريقه روحه من زود المحبه ما تشد بحيار من خذها ما تشد كلبيدي ما ياكله من يدها وهي تطعمه وهو يطعمها هبل لها النمونة لا حتى من يخلصوا من الويبة هي تغسل يديه وهو يغسل يديها شو بقولكم يعني نوع من هذا على الله يحفظكم يسمونه نوع من أنواع المبالغة في العشق هذا عادي يوم يقولكم فلان متين بفلانة هالنمونة ويوم من أيام الله سألها الريل قالها بالله عليك الحينه أنا لو يستوي علي خير بلي شر بتعرسين من عقب قالت يا أبوي اذكر الله يعل يومي قبل يومك أنا يا أبوك أروح الريال من عقبك خيل أروحهم عمرك طويل يعل يومي قبل يومك والله لا فرق بيننا وإن شاء الله بنعيش الحياة المديدة أنا وإنت ما شي فراق بيننا قال الله عاد الريل قلبه أبدا شرات حد من العرب ما يقهر آزم اللي يعين هاللي يعين هاتي العيون قد الحمر على هالمثل خطف الزمان ويا الزمان خطف الزمان ويا الزمان على الله يحفظكم الريال يهد ابوي يهد وشايد وازم طريح الفراش مدة طويلة ما خلت لا طب ولا طبيب ما حتى من فارس آزمة تتيبهم من طهران الدخاتر الريال ابوي سوقم وغدال كبدا غير قعو نشبوي ومات الرجال حزنت حزن شديد لكن استخلفت الله وبين مع الأيام خف الحزن وهي ويخف الحزن وخف الحزن والحزن أبوي ما بيرجع الميت والميت أبوي أبقى عن الحي وآزمة تعدلين لين فترة وثانية خف الحزن مرة ما تبوي تتعدل وتتزين وتتروح وتحط العجارب تحلو الأول هاي يسموهن سوالف وحد يسميهن زلف الأوليين لا يسمونهن عجارب هذا خصلة من الشعر لازم حرمة من يطايح وحدة شي وحدة ذاك يروحونهن دوم عادي يحطون فيهن يروحونهن بالشمطري ويحطون لهن الريح الطيب يعني نوع من أنواع الدلع يعني تتوقف عند الباب حرمة فنانة هي والله لازم يتخطر في ريال غريب من هاي الدار وكل من شافه سلام عليك يا حرمه هي ترد عليه السلام وازم الرجال يتعمد
يوميا يخط جدا بيتها أسب يسلم عليها ويسمع رد ردود السلام منها. وازم على هالمنوال مدة طويلة تخبر العلم والخبر مني ومنك وعندك ودونك. ابوي صار ابوي خطب ومرة هي ما كذبت خبر ما بفدميم قالت اباه يوم اللي رأي لاباه. وهي من قبل ما يتوفى الريل يوم كان مريض قبل ما يمرض معاه تن عهد يني ما اخذ غيرك لو ينجلب الحبشب. كانها نسيت الوعد ونسيت العهد اللي بينها وبين الريل. ومن يا وخطبها هذا الريال ابدا ما في الدميم والله. دال بيته شيء بويت صغيروني بويت صغيروني اشتراه الريل هذا الجديد ابويه وفرشه وعدلوه وخذها في البيت الجديد. رهم لو عايشين هي ويا حياه المرحوم برواحهم ما حد عندهم وخلف لها بيت غير الريل هذا اللي خطبها الجديد ما بغى البيت. هذا البيت اللي عدالها بيت بويت صغير ما بيت عود بنقله لا بويت صغيروني وفرشوا البيت ودخل عليها في البيت الجديد هذا. الريل عنده ناقة شقرة واحدة عن 600 ناقة يوم عدي مغيربان ضواها في حظيرة حرمته وبيته. في طرف حظيرة الحرمة شيء الله يحفظكم المعشرة المقبرة يعني المقبرة مدفون فيها الريل والريل لها الولي. وتصير ترعى الناقة الشقرة تصير ترعى وين ترعى من لقاط المعشرة والعشب اللي ظاهر ترعى منها كل يوم بين القبر اللي مدفون فيه ريلها الأولي يميع العشب وما يطيب لها تاكل بوي الناقة اللي من هاك العشب كل يوم. كل يوم في نصايف الليل ريلها يسمع صوتي من المقبرة يوم الأولي اليوم الثاني اليوم الثالث مشد. هو يسمع الريل يسمع الصوت بعيد الشر هذا ريال يظهر من هالقبر. شو يقول هالريال يوم تقرب عداله يا راكب الشقرة واللي عليها سلم على الدنيا بما فيها وراعية بيتك لا تسلم عليها خانتني خان الله عهديها. مال الغريب عشاقة غرب الحوي متروك لو بتشتكي للناقة بتثور من البروك. شوف انت وازم الموضوع هذا يتردد يوميا. الرجال تروع على عمره نشب ويزخ الحرمة قال بتخبرت هالكيت 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 يستوي الشهر 30 ليلة كل ليلة يسمع حرمته والأول ما طاي يخبر حرمته نشب ويخبرها قال بتخبرت هالكيت 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 السال. قالت للريل ابوي ذكر الله وصل على النبي هذا ابوي ريلي الأولي هذا ريلي الأولي الصوت هذا يتسمعه صوت ريلي الأولي على الله يطول بعمرك واعدتنا وماضي مني عهد ويمان يني ما اخذ ريل من عقبه وانا ماضي علي عهد وماضي علي ميثاق بيني وبينه وانا الحين ابوي خنت العهد ونقضت الميثاق ونقضت العهد بكبره. الحين انت تبى الفكاك من هذا اللي يظهر لك عمل قبره سر بلقه الرمس اللي بخبرك اياها بعدلك رمسه سر بلقه اياها. ويلس ابوي جريب المعشرة يوم حاد ظهر صار جداه وهذاك عاد البيت تو بيت نطق بيعد القصيد من يدي ويدي زهب مرة يوم حاد تو يالس مرة تو بيبتدي عد القصيدة قال اذكر الله انا بعد عليك ابوي الكلمتين اسمعهن. قال لحالف الحي ما يعاشر ميت وحلفة الدنيا ما تدوم بنعيمها الدنيا تدوم بنعيمها الحي ما يعاشر ميت. من سمع أبوي حياة الريل حياة الريل هاي هالبيتين حط أبوي إذن طين وإذن عين ولا ظهر مرة ثانية. عاش أبوي الريال ويحرمته بخير وسهالة وعندهم هاي الشقرة المبروكة صبح ومساء لبان وخيرات الله ونعيم وتصبحون على خير وبس عليكم. عاد اليوم ما قصرت الصبح في معرض الكتاب والمساء في الجائزة وفي الليل خراريف ورياضة شيء بعد.